السلام. حياك الله. شيخ عبد الكريم الخزرج عضو مجمع الفضل العراقي، حياك الله. الله يحييك، مرحبا. اليوم جنابك ما بين المساجد العراقية متواجد في جامع ملوكي، اخترتم هذه الوقفة. أنا أشوف أكثر شيء موجود بهذه الوقفة هو حملة المقاطعة. هل هذا تثقيف أيضا للمقاطعة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نشكر قناة الفلوج على هذه التغطية المباركة. الحقيقة هي الحملة على أطفال غزة، وتزامنا مع حدث الملجأ العامرية كما تعلم قبل أكثر من 20 سنة، حينما كان استهداف صاروخ الأمريكي لهذا المكان وقتل العشرات الأطفال والنساء، فأهل العامرية لم ينسوا هذا الحدث. تزامنا مع ما يحدث في غزة من قتل الأطفال، آلاف الأطفال قتلوا، فهذه الوقفة تعبر عن ذلك، ويعني تجسد الروح الأخوة مع الفلسطينيين، مع أهل غزة، في أن أهل العراق لم ينسوا هذه المنطقة وهذا الشعب العريق، وكلاهما متوافقان في خندق واحد. المقاطعة كذلك هي تثقيف، واليوم أعتقد حتى فتاوى على مستوى المقاطعة، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تجاه من خالفه في العقيدة ومن حاربه. فإذا لا بد أن ينتشر هذا بين الأوساط، وخاصة أصحاب المحلات، يعني من التجار لهم هذا الأمر، فلا بد أن يكون لهم شأن في مقاطعة البضائع التي تدعم الشركات الإسرائيلية، أو إذا كانت هي شركات إسرائيلية في الوقت نفسه. طيب.